قناة نادي الجراد العالمي. أنا متفق معك، لكن بالنسبة لا جيستيون ديال 82 مينوت افيك واحد لونتونسيتي كبيرة، السوسي مازال ما موجودش سو لو بلون فيزيك، دونك نقدروا نساليو به ولكن ما نقدروش نبداو به. بحالو بحال الشكل ديال ساخو بحال بيكورو، لانهم باقي موجودينش في واحد الشكل كبير. انا اليوم جيت في واحد الظرفيه اللي ما يمكنش نخلق دي كونيكسيون جداد افيك دي جوار جداد، كنحاولوا ان نستغلوا اللاعبين اللي كانوا عندهم، ديجا عندهم طريقه ديال اللعب، عندهم واحد فاهمين مع بعضياتهم. فاليوم كنحاول ما امكن حنا نعاونوهم حتى يخرجوا لو ريزولتا بوزيتيف، هادشي اللي ما كانش قبل. فاليوم التركيبه البشريه مزيانه، لاعبين كنبداو بهم ما عارفين شنو كيديروا، وانا ما عليا الا نعاونهم، لانه هذا هو. انا جيت في ظرفيه ما نقدروش اليوم، ظرفيه قصيره غتقدر تعطي افكار. انا اليوم عاونت الدراري باش نقدروا نخرجوا من السيتواسيون ديال الاولى وناخذوا لي 3 على حساب اللياقه البدنيه الاجماليه ديال اللاعبين. سون با كلهم 100% باش نقدر نبدا بواحد كنجيري لا سيتواسيون سيتو. باش منانيش يذكره كل شيء.